الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أحبه الطيبين الطاهرين، اللهم صل على سيدنا محمد. كان الكلام في الدروس الماضية قبل هذا التعطيل الطويل قد وصل إلى فصل جديد يتعلق بمطلب جديد، هو مطلب الصفات الإلهية أو مباحث الصفات الإلهية كما قد يعبر في بعض الأحيان. وفي يعني في طريق الدخول إلى هذه المباحث توجد عدة أمور يجب التعرض لها باعتبار أن هذا المبحث من المباحث المهمة جدا، بل هو من المباحث الذي انقسمت فيه كلمة المسلمين إلى يعني إلى أبعاد يعني كثيرة جدا، حتى أنه لا يجد الإنسان في بعض الأحيان حتى في يعني المنهج الواحد والمذهب الواحد ربما شخصان أو أكثر يعني متفقان على أو متفقين على قضية واحدة في هذا البحث. والسبب في ذلك هو وجود مباني متعددة للتعاطي مع هذه المباحث اللي هي مباحث الصفات، وربما كان للبحث القرآني الذي يتعرض لهذه المباحث ووجود مناهج متشددة في طرح يعني هذه المباحث وفق المنظور القرآني قد جعل من هذه المباحث يعني مكانا لإثارة الخلاف أو مكانا يعني وجود أشخاص قائلين بمنهج وأشخاص قائلين بمنهج مخالف يعني على نحو التناقض. ولذلك أكثر القائلين بهذه المباحث بمعنى إثبات هذه المباحث ربما يعبر عنهم بمباحث يعني بأصحاب الصفات أو مثبتي الصفات أو الصفاتية، وربما عبر عن البعض الآخر بأنهم النافين أو نفاة الصفات وغير ذلك. طبعا هذه العبارات نفاة الصفات مثبتي الصفات هذه عبارة غير دقيقة جدا، لأنها هي وإن كانت تستعمل هناك في أكثر المباحث ووقعت يعني حتى في كلمات بعض المحققين أنهم يعبرون مثل هذه التعابير، ولكنها تعابير غير دقيقة، لأن كل يعني القائلين بالصفات الإلهية لا بد أنهم قد نفوا بعض الصفات وأثبتوا صفات أخرى. ولكن بالنظر إلى بعض المناهج العلمية في طرح مبحث الصفات كان البعض من القائلين بالصفات على نحو مطلق كما قد يعبر عنهم، ولكن هذا الإطلاق ليس إطلاقا يعني حقيقيا كما يعني قد يعبر إذا صح مثل هذا التعبير، لأنهم في بعض الأحيان قد يقفون موقف يعني النافي لبعض من الصفات التي مثلا ثبتت في محل ما عند جهة ما، وبالنظر إلى هذه القضية فلا يمكن لنا أن نعبر عن البعض بأنه صفاتي والآخر بأنه ناف للصفات أو ناف كما قد يعبر عنه يعني في كلماتهم. عندما ينظر البعض إلى بعض المدارس يعني الفكرية الكلامية يجد أن البعض يعبر عن بعض القائلين بالصفات بصفة ويعبر عن بعض النافين لتلك الصفة أنه نافي، وبالتالي جعلوا حتى نفي البعض نفيا عاما، بل وصف الأشخاص بأنهم من النفاق يعني أنهم الذين لا يقولون بالصفات. طبعا هذه منهجية في التسمية، ربما البعض منهم يحاول أن يجعل منه طريقة لمعرفة المنهج العلمي، ولكن على كل حال ليس فيه دقة، الدقة غير موجودة في مثل هذه المناهج العلمية. تفضل. بعض من هؤلاء اللي هم نفاة الصفات اللي عبر عنه بنفاة الصفات وجدوا بعض التعبيرات القرآنية التي لا يمكن قبول ظاهرها، يعني مثلا يد الله وجه الله غير ذلك من الكلمات التي وردت، يعني كلمة الوجه مثلا وصف به الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعني اليد مثلا وصف. بعض من هؤلاء قالوا بأنه ليس من حقنا أن نجري مثل هذه الكلمات بما لها من المدلول الذي يؤدي إلى التجسيم، لا يمكن لنا قبول مثل هذه المدلولات الظاهرية لهذه الكلمات، بل علينا
أن ننفي مدلول هذه الكلمة ونثبت شيئا آخر، بأن نقول بأن هذا التعبير ليس تعبيرا حقيقيا حتى يكون المدلول الحقيقي للكلمة مرادا، بل هو مدلول التزامي، عفوا، بل هو مدلول مجازي. والمدلول المجازي يمكن أن يعبر عنه بتعبيرات أخرى، يعني كلمة اليد قد تكون عبارة عن القوة، عن السلطة، عن وهكذا غير ذلك من الأمور. بعض الناظرين إلى هؤلاء قال أنه ليس من حقنا ذلك، يعني ليس من حقك مثلا أن تنفي أن لله اليد لأنك مثلا لا تقبل أنه الله أثبت لنفسه اليد، خلاص انتهى، نقطة راس سطر، انتهى، الله له يد، الله له وجه. ولذلك هؤلاء يعني وقع الكلام بين من جرى معهم وأسماهم بالصفاتية، ومن جرى ضدهم وأسماهم بالمجسمة، لأن هؤلاء فعلا مجسمة، لأنهم يقولون بأن لله وجه، له يد، له أصابع، له. طبعا لم يكتفوا فقط في الآيات القرآنية، بل ذهبوا حتى إلى السنة، ووجدوا في السنة بعض الروايات التي يعني قد يقال بها يعني بكلمة واضحة دست في الأحاديث النبوية، وأثبتت لله الصفات والضحك وغير ذلك، والهرولة والمشي وغير ذلك، والجلوس والقعود وغير ذلك من الصفات اللي هي يعني ملازمة للجسمية. وقالوا بأنها خلاص إذا ثبت أن هذه الرواية صحيحة، خلاص نحن لا نقول بأنه لا بد أن يكون كل ما يلازم هذه الصفة موجودا، لكن على كل حال هذه الصفة له. هسا كيف تقول له هذا أمر ما أنا يعني دخل بي، لأنه هذه أمور لم تتعرض لها النصوص. فنحن كذلك، بعضهم قال لأنه الكيفية مجهولة، بعضهم قال مثلا لا تسألونا عن مثل هذه الأمور، نعم نثبتها ولكن لا نعطي للناس السؤال عن الكيفيات وغير ذلك. فهؤلاء عبر عنهم بأنهم من المثبتين، وعبر عن أولئك الذين نفوا تلك الصفات، ولكن نفوها لا لأنهم نفوا الصفات الإلهية، نفوا الصفات التي لا يمكن أن تتناسب مع الإله. يعني هذا رب، كيف يمكن لي أن أقول عنه رب وأقول له مثلا له يد، له رجل، له مثلا وجه وغير ذلك، هذه الصفات اللي هي ملازمة للجسمية. فعبر عن هؤلاء مع أنهم لم ينفوا جميع الصفات، عبر عنهم بالنفات أو نفات الصفات أو النافين، وعبر عن أولئك الذين أثبتوا كل شيء ورد في النصوص ولو بطريقة متشددة مثلا في بعض يعني التخريجات أو بعض يعني قبول النصوص الشرعية. عبر عن أولئك بأصحاب الصفات، وعبر عن هؤلاء بأنهم من النفاق. طبعا أكثر الذين نفوا الصفات الإلهية بمعنى أنهم يعني جعلوا المدلول الحقيقي لها غير مراد هم الذين كانت عندهم مناهج عقلية مثلا في طروحاتهم، الأشخاص الذين كانت لهم يعني مناشئ مثلا فكرية حرة، مثلا بعض الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من هؤلاء الذين لم يقبلوا، قالوا بأنه لا يمكن لك أن تقول مثلا لشيء ما بأنه له يد وله وجه وله رجل وله ركض وركو مثلا مشي وله مثلا هرولة، ولا يمكن أن يكون جسما أو على أقل تقدير له ما شيء ملازم للجسمية، فلذلك نفوا أولئك يعني غيرهم لم ينفوا. هذه هي يعني الصفة الأولى اللي هي في هذا المبحث، اللي هي صفة يعني في الحقيقة ليست فيها حق وباطل، وإنما هي مجرد تسميات وضعها البعض في يعني في خانة هذا المبحث. هذا المبحث له يعني محطات كثيرة. من هذه المحطات الكثيرة هو أنه هذه الصفات التي نحن بصدد الخوض فيها ليست على وتيرة واحدة، ليست حقائقها يعني واحدة، هذه الصفات واقعها ليس واقعا واحدا، لأنه سنجد أنه في مبحث الصفات هناك بعض الصفات التي لا يمكن لنا قبول نفيها عن الذات الإلهية، فهي تكون ماذا؟ عين الذات. هناك صفات لا يمكن أن تكون من الصفات اللي تثبت للذات الإلهية بالنظر إلى جهة، بالنظر إلى متعلق، ولكنها على كل حال في بعض الأحيان لا تكون مثلا ثابتة بالنظر إلى جهة أخرى. وهناك فهذه كلها اعتبارات، هذه كلها جهات لها مدخلية في أن تكون لكل صفة معنى خاص بها. فهذه الصفات بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه أنه ليس له مدخلية، ليس له حق مثلا في إثبات أو نفي، إنما هي ماذا؟ إنما هي صفة ثابتة. بعض الأحيان لا، الإنسان يمكن له أن يقول أن هذه الصفة ثبتت للإله مثلا، للذات الإلهية مثلا بالنسبة إلى جهة ما، ولم تثبت بالنسبة إلى جهة أخرى.
هذه القضايا اللي الآن أو لا عفوا التقسيم اللي حتى يكمل التقسيم، أنه في بعض الأحيان قد يأتي الإنسان إلى بعض الصفات يعبر عنها بالصفات، والإنسان عندما يسمع كلمة الصفة ماذا يعني يفرض يعني يفترض عقله؟ يفترض عقله أن شيئا قد عرض على شيء، مع أن هنا الصفة ليس المقصود منها هو الشيء الذي يثبت لموصوف، بل المقصود منه هو كل ما يمكن لنا أن يطرح في هذا المبحث، سواء أثبتناه على نحو لا يمكن لنا قبول نفيه، أو أثبتناه بنحو يمكن قبول ذلك، أو نفيناه بنحو لا يمكن قبول ثبوته. هذه كلها يعني مطلوبة في هذا المبحث، لأننا سنجد أن بعض الصفات اللي يعبر عنها بالصفات الثبوتية هذه صفات يعبر عنها بالصفات ذاتية، يعني هي بالحقيقة هي نفس الذات، فمن هنا لا يمكن لنا ماذا قبول أنها تنفع عن الذات، كمثلا كالعلم كالقدرة لا يمكن لنا قبول ذلك. في بعض الأحيان لا، قد نجد أن هناك صفات ثبوتية ولكنها صفات ثبوتية فعلية، هذه الصفات الثبوتية الفعلية في بعض الأحيان نجد أنها تثبت للذات الإلهية، ولكنها بالنسبة إلى جهات متعددة يمكن أن تكون مثلا ملحوظة بالنسبة إلى جهة، وهذه القضية يمكن أن تكون وقعت منه مثلا بالنسبة إلى جهة لم تقع بالنسبة إلى جهة أخرى، ليس هناك مانع في هذا الإطار. وتارة نجد أنه بعض الصفات أساسا تسميتها بالصفات يعني فيه نوع من الإيهام، اللي هي الصفات السلبية، نحن لا نريد مثلا أن نقول أن نثبت مثلا الصفات السلبية شيئا لله، بل نريد أن نقول بأنه لا يتصف بهذا الوصف ولا بهذا الوصف ولا بهذا الوصف، ونعدد صفات كثيرة، بل ربما نأتي ونقول بأن الصفات الثبوتية يمكن مثلا تعدادها، يمكن مثلا حصرها، ولكن الصفات السلبية لا يمكن ما ذلك. لماذا؟ لأن كل ما يمكن أن يؤدي إلى ما يمكن أن يعد نقصا مثلا سلبا يعني منقصة خللا في الذات الإلهية علينا نفيه سلبه عنه، ولذلك عبر عنها بتعبير خاص بها وهي عبر عنها بالصفات السلبية كما يعني كما يعبر. وطبعا الصفات الذاتية طبعا ليست على وتيرة واحدة يعني على حد واحد، بل بعض الأحيان ربما تكون هذه الصفات اللي هي ربما تكون مثلا لها يعني في حد ذاتها بعض الأمور تتعدد عن الذات، بعض الأحيان لا تتعلق بشيء آخر. فهذه الصفات الثبوتية بعض الأحيان تجد أن الصفة هي للذات فقط، يعني هذه الصفة التي هي للذات لو تصورها الإنسان لن يتصور شيء آخر. لماذا؟ لأنها لا تتعلق بشيء آخر. الآن مثلا الحياة مثلا الآن عندما يتصور يعني الحياة لا تتصور بالنسبة إلى شيء آخر عندما توصف بها الذات الإلهية، لكن هناك صفات ثبوتية وهي مثلا ذاتية في نفس الوقت، ولكنها على كل حال فيها نوع إضافة إلى جهة ما من قبيل مثلا القدرة بالنسبة العلم مثلا، لأنه العلم فعلا هو صفة ثبوتية صفة ذاتية، ولكنها عادة عندما يقال عن شيء عن ذات بأنها عالمة يكون لها ماذا؟ يكون لها متعلق، يعني العلم له متعلق، القدرة لها متعلق، فهذه صفات ولكنها نوع فيها نوع من الإضافة إلى جهة ما، ومع ذلك يعبر عن هاتين الصفتين بهذين النحوين بتعبير واحد وهو الصفة الثبوتية الذاتية. وفي بعض الأحيان لا يقول له هو صفة ثبوتية ولكنها صفة فعلية كما يعبر عنها. هسه يقال عنها بأنها أساسا مثل هذه الصفات هي أساسا فيها إضافة، وهذه الإضافة إضافة حقيقية، يعني إضافة بحقيقتها هي إضافة. لماذا؟ لأنه الآن عندما يقال مثلا عن الله مثلا بأنه خالق، بأنه رازق مثلا، بأنه مثلا راحم، بأنه رحمن، غير ذلك من الصفات اللي من هذا القبيل، يجد حقيقة هذه الصفة تتعلق بالإضافة، لا أنها تتعلق بالذات الإلهية، ولذلك هي يمكن أن تكون مثلا يمكن أن تكون ثابتة لجهة وغير ثابتة لجهة الأخرى، لأن حقيقتها وواقعها هو وجود المتعلق ووجود شيء ما تتعلق يعني به، ولذلك تحقق مثل هذه الصفة له مدخلية بالآخر، فإذا كان له مدخل آخر سيعبر عنها بالصفة الثبوتية ولكنها الصفة الفعلية اللي يعبر عنها بالصفة الإضافية كما قد يعبر البعض.
وبعض الصفات الأخرى التي تكون في قبال جميع هذه، يعني هذه الصفات الثلاث أو هذه الأقسام الثلاث الأصلية والفرعية، هناك صفة يعبر عنها بالصفة السلبية. هذه الصفة السلبية هي أساسا مأخوذ في حقيقتها في مفهومها السلب. فنحن مثلا نقول بأنه ننفي عنه الشريك، ننفي عنه الحركة، ننفي عنه السكون، ننفي عنه هذه الأمور التي من حقنا أن نقول بأنها ليست ثابتة لله، ومع ذلك يقال عنها ماذا؟ يقال عنها بأنها مثلا يقال عنها بأنها صفة، ومع أنها هي نفي للجسمية، نفي للحركة، نفي للشريك، نفي للولد، نفي للوالد، نفي للأهل، وغير ذلك من الأمور التي يمكن ماذا أن يمكن أن يبينها. هذه الصفات عموما، عموما الصفات تكون من هذه الأنواع التي أشرنا إليها، أو من هذين النوعين الرئيسيين والأنواع يعني الأقسام الفرعية. بعد ذلك البعض من هؤلاء قد يعني يقول تفضل. لا، ممكن أن تكون صفات ثبوتية، ومع ذلك تكون هذه الصفات الثبوتية لها نوع إضافة بالنسبة للآخر. مثلا العلم، مثلا العلم هذه الصفة حقيقية لكنها بالنتيجة العلم يتعلق بشيء ما، فهي من جهة أنها هي يعني حقيقة، هي ذاتية، هي يعني عين الذات، ولكنها متعلقة بأي شيء، بمتعلق العلم. العلم بأي شيء، يعني ليس علمه بذاته، بل علمه بذاته وبغيره. هذه يعني العلم بالآخر، أو هذه مثلا القدرة، هذه القدرة أو هذا العلم صفات حقيقية ذاتية، ولكنها مع ذلك لها إضافة بالنسبة إلى غير الذات الإلهي، لكنها بالنتيجة ماذا؟ تكون صفة ثبوتية ذاتية. هذا نوع تقسيم الفرع يعبر عنه بصفة ثبوتية ذاتية ولكنها ذات إضافة، حتى قد يعبر عنها بهذا التعبير. على كل حال هذه عندما نسأل عنها، سألت عنها، عندما نسأل مثلا عن أنها هذه الصفة إذا كانت بهذا النحو، إذن الله لا يكون عالما إلا إذا كان هناك معلوم، نقول لا. إذن لماذا تقولون أنها حقيقية ذات إضافة؟ نقول حقيقية ذات إضافة، نقول أثر هذه الصفة كيف يظهر؟ لا يظهر إلا بوجود المضاف إليه، يعني من أضيفت له هذه الصفة. أما نفس الصفة الله عالم سواء كان هناك معلوم أو لا، ولكن العلم في حد نفسه هي ما هو من الـ من الـ من الـ يعني من الكيفيات التي لها إضافة بالنسبة للآخر. القدرة، الله قادر سواء كان هناك مقدور أو لم يكن هناك مقدور. فنقول وحقيقة يعني في الواقع هذه الصفة تتوقف على يعني تحققها يتوقف على شيء، أو أثرها لكي يكون يعني حاصلا يكون محتاجا إلى شيء. نقول أثرها يحتاج إلى شيء، أما بالحقيقة الله عالم سواء كان هناك معلوم أو لا، الله قادر سواء كان هناك مقدور أو لا، ولكن حتى تظهر هذه الصفة. الآن مثلا عندما يقال مثلا يعني مثلا الآن نمثلها، ولكن هذه الصفة يعني صفة إلهية، ولكن يمكن نمثلها بشخص عالم. الآن الشخص العالم علمه صفة قائمة بذاته، شخص يحمل معلومات، ولكن حتى تظهر هذه المعلومات للآخر ماذا يحصل؟ يجب أن يكون هناك شيء يظهر في الخارج، أثر. هذا الأثر لابد أن يكون ماذا؟ متعلق بشيء ما، إما يظهر علمه مثلا بالفلسفة، إما يظهر علمه مثلا بالمنطق وهكذا. فنقول أساسا هو علمه لا يتوقف على أن يكون هناك شيء، ولكن أثر هذا الأمر، هذه الصفة أثرها حتى يظهر للخارج. كيف يمكن ظهور الخارج؟ يظهر بالخارج عندما يلحظ بالنسبة إلى شيء ما، عندما يعني يحتاج إلى الظهور الأثر حتى يعني يتعلق بشيء ما. فكيف نظهر هذا الأمر في الخارج؟ نقول نظهره في الخارج عن طريق ماذا؟ عن طريق تلك الأمور الخارجة التي عبر عنها بأنها ذات إضافة، اللي هي يعني نفس الإضافة. فهذه الإضافة هي مظهرة للأثر، لأنها محققة للصفة، لأن الصفة الذاتية هذه يعني دائرة مدار الذات، وليس العلم شيء آخر غير الذات. الله هو يعني عالم من حيث هو كذا، من هو حيث هو قادر. هذه صفات لها وجوه متعددة، ولكنها في الحقيقة يعني شيء واحد، يعني كما يعبر يعني حيثيات متعددة، ولكن الحقيقة هي واحدة، ليس هناك تكثر. ولكن ظهور بعض الصفات
قد يتوقف على إضافتها إلى شيء ما، كما في جهة القدرة، كما في جهة العلم، ولكن مثلا حياة الذات الإلهية، الحياة الإلهية هذه ليس لها علاقة بأي جهة أخرى. فلذلك الحياة لا تتعلق بشيء، لأنه أثرها لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى إضافة هذا هذه الذات الإلهية إلى جهة حتى يكون أثرها يعني حاصلا. بعد ذلك لا، هناك صفات في قبال هذه الصفة قد يقال بأنه أساسا تحققها يتوقف، من قبيل مثلا صفة الرزق وصفة الخلق وصفة الرحمة وغير ذلك من الصفات، كما أن هناك صفات قد أخذ فيها مفهوم السلب كما في الصفة الأخذ. البعض هنا ربما حاول من خلال هذا التمييز بين هذه الصفات، حاول أن يبين أنه إذا كانت هذه الصفة يعني إذا كانت هذه الصفة في مقدمة ثانية، أنه كيف يمكن لنا أن نميز، لأنه عندنا صفات تنقسم انقساما يعني أوليا كما يقال، انقسام أول، يعني الانقسام الأولي هو أول انقسام يرد يعني على الذي يقع فيه الكلام، يقال له انقسام أول. إذا انقسم انقساما آخر يعبر عنه بالانقسام الثانوي. نحن عندما نأتي إلى الصفة ماذا نقول عنها؟ نقول الصفات إما مثلا ثبوتية أو سلبية، هذا القاسم أول. فنأتي إلى الصفات الثبوتية، يقولون بأن الصفات الثبوتية أما أن تكون هي عين الذات، وأما أن تكون يعني ثبوتية عفوا، إما أن تكون صفات ذاتية أو ما تكون صفات فعلية. فهذه الصفات وهذه الصفات لها مميزات، وإلا لم يكن هذا الانقسام إلا ماذا؟ إلا يعني مجرد كلام. فإذا كانت هذه الصفات الذاتية لها خصوصيات يعني معينة، فالفعلية لها خصوصيات أخرى، وإلا لو كانت نفس الخصوصيات لما كان هذا الانقسام في الأصل أصلا، هذا الانقسام اللي نعبر عنه بالانقسام الثانوي. الآن هذا الانقسام جرى البعض إلى أن يقول بأن هذه الصفات يجب أن تميز عن بعضها البعض بما يجعل لكل صفة خصوصياتها، هذه الخصوصيات التي لا يمكن معها أن تندرج بعض من هذه الصفات مع البعض الآخر. حتى وإن كان إن شاء الله سيأتي الكلام أنه هناك وقع الكلام في بعض الصفات أنها تندرج هنا أو تندرج هناك وغير ذلك من الأمور اللي هي يعني بالحقيقة ربما مر عليكم بعض منها في يعني في مختصر الإلهية. عندما جاء يعني علماء الكلام إلى يعني إلى مثل هذا البحث وقالوا بأن علينا أن نميز بين الصفة اللي هي صفة الذات وبين التي تكون صفة الفعل، هذه الصفات اللي نعبر عنها بتعبيرين مختلفين، نحاول أن نميز بين هذه الصفة وبين تلك الصفة، نحاول أن لا نقبل بأن يقال عن صفة ذاتية أنها فعلية أو عن فعلية بأنها ذاتية. هذا يستدعي أن تكون هناك خصوصيات لا تجتمع يعني عليها الصفتان معا، وإلا لما كان هذا التقسيم تقسيما أصلا، وإلا أن التقسيم كما هو معروف في علم المنطق قاطع للشركة. عندما أقول مثلا هناك قسمة، فعندما أقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، لا يمكن لي أن أقبل أن يكون الحرف تحت تحت الفعل، أو الفعل تحت الاسم، أو الاسم تحت الفعل أو الاسم، لا يمكن. لماذا؟ يقولون لأنه لا بد أن تكون الأقسام متباينة، بمعنى أن تكون القسمة قاطعة للشركة، يعني لا يمكن أن يكون مصداق أحد الأقسام تحت مثلا قسم أو قسيم من هذه الأقسام الثلاث، لا يمكن أن أقبل مثلا أن تندرج الفي وهي مصداق من مصادق الحرف تحت الاسم، أو أن تنطق تحت الفعل، أو يأتي الفعل مثلا ضرب يكون تحت الحرف وغير ذلك. فهذه قالوا يجب أن تميز بعضها عن بعضين بما يعطي لكل واحدة من هذه الصفات من هذه هاتين الصفتين ما يجعلها في حالة بينونة وحالة انعزال وابتعاد عن الصفة الأخرى، حتى يأتي الإنسان عندما ينظر إلى صفة الخالق له في عقله في ذهنه ما يميز صفة الخالق عن صفة العالم، عن صفة الحي، عن صفة القادر، ما يميز صفة الرازق عن وهكذا. فإذا لابد من وجود ما يميز هذه الصفات. عندما سئل هؤلاء عن مثل هذه القضية، كيف يمكن لكم أن تميزوا بين هذه الصفات من هذه الجهة، يعني من جهة أنها لابد أن تكون لها خصوصيات، قالوا بأن كل صفة يمكن لنا أن ننفيها عن الذات الإلهية، عن الواجب الوجود، ويمكن لنا أن نثبت نقيضها، فهي صفة فعلية وإلا فهي ذاتية. كل صفة يمكن لنا أن نأتي
يعني نفيها، يعني كل صفة أمكن نفيها عن الواجب وصح لنا إثبات نقيضها. تقول مثلا هذا الله خالق زيد وليس بخالق مثلا كذا، يمكن لي أن أقول ذلك عن الخالق، يمكن أن أقول الله مثلا عالم بكذا وليس بعالم بكذا، هذا يمكن قبول هؤلاء. يقولون الصفة التي يمكن لك أن تثبت، يعني يمكن لك أن تنفيها وتثبت نقيضها، هذه صفة فعلية، والصفة التي لا يمكن لك فعل ذلك تكون ماذا؟ صفة يعني صفة، هذه الصفة الأخرى اللي هي الصفة الذاتية. فقالوا بأنه هذه الصفة إذا كانت لها هذه الميزة فهذه الصفة يعبر عنها بأنها صفة ماذا؟ صفة فعلية إذا أمكن ذلك وأمكن إثبات النقيض، وصفة ذاتية إذا لم يكن ذلك ممكنا لا إثبات النقيض، يعني لا نفي إمكان النفي ولا طبعا بطريقة أولى بإثبات النقيض. فأستطيع أن أقول الله غفر لفلان ولم يغفر لفلان، أستطيع أن أقول الله خلق زيدا رزق زيدا ولم يرزق مثلا عمرا وهكذا. فإذا الخلق الرزق المغفرة هذه صفات من صفات الفعل وليست هي من صفات الذات، ولكنني لا أستطيع أن الله أقول أن الله قادر بالنسبة إلى زيد لم يكن ليس قادرا بالنسبة مثلا الله غير قادر مثلا، هذه الصفة لا يمكن لي إثباتها، يعني لا يمكن لي نفيها أو إثبات نقيضها اللي هو عدم القدرة. فإذا صفة القدرة هي التي لا يمكن نفيها ولا إثبات بطريق أو لا ولا إثبات نقيضها، وأما صفة الفعل فهي التي يمكن إثبات، يعني يمكن نفيها ويمكن ماذا بطريق آخر يعني بالترقي إثبات نقيضها اللي هو الخلق والرزق. هذا فرق من الفروق. الفرق الآخر الذي ذكروه قالوا بأنها الصفات التي هي صفات لها أضداد في صفات يعني فعلية، يعني أضداد يعني نوع من أنواع الضد الآخر، الضد اللي هو يعبر عنه بالضد الوجودي. فيقولون إذا كان هناك للصفة ضد الوجودي فهذا أمر يعني ممكن بالنسبة إليها أن يقال عنها بأنها صفة فعلية، وأما إذا كانت لا أساساً ليس لها ضد وجودي فهذه الصفة تكون صفة ذاتية. فإذا قيل مثلاً بعض الصفات من قبيل الوجوب مثلاً من قبيل الواجب مثلاً هذه لها أضداد أو ليس لها أضداد، إذا كانت لها أضداد وجودية فهي صفات فعلية، إذا لم يكن لها أضداد هذه أضداد فهذه صفات فعلية. فإذا كانت من هذه الجهة يعني أضداد وجودية، يعني أضداد يعني عندما تقلب هذه الصفة إلى الصفة الأخرى يكون لها ضد وجودي لا يدخل السلب يعني في حقيقته، يعني عندما أقول مثلا الله رحيم، كلمة الرحمة هذه صفة وجودية، فإذا كانت هذه صفة وجودية أقول مثلا رحم فلان ولم يرحم فلان، فإذا أردت أن أعبر عن عدم الرحمة ماذا أقول؟ أقول مثلا هو منتقم، مثلا أقول رحمة في قبال مثلا نقمة، فهذه النقمة هي صفة وجودية ضد لصفة الرحمة. فإذا كانت الأوصاف يمكن أن تكون لها أضداد وجودية فهذه صفات فعلية، وإذا لم يكن هناك أضداد وجودية للصفة فهي صفات يعني ذاتية كما يعني يعبرون. قالوا هو أيضا هنا في هذا المقام قالوا بأنه في بعض، طبعا هذه التفريقات يعني من للمقدمة حتى تتوضح الأمور ليس أكثر من ذلك، ليست يعني مذكورة في كلام المصنف ولا في كلام يعني الشارع. الفرق الثالث عندما سئلوا عن هذا كيف تفرقون أيضا بينها، قالوا نحن عندما ننظر إلى الصفات الفعلية وننظر إلى الصفات الذاتية نجد بأن الصفات الفعلية جميعا هي ماذا؟ هي صفات إضافية ليس فيها صفة يعني حقيقية. كيف تكون حقيقية؟ تميزون بين الحقيقي والإضافي. الحقيقي مثلا الآن تقول مثلا هذا مثلا طويل،
يقولون الطول هذه صفة إضافية. كيف يكون صفة إضافية؟ صفة إضافية بمعنى أن هذا الشخص الذي يكون طويل قد يكون ماذا؟ قد يكون قصير. فعندما أقول عن شخص بأنه طويل، ما معنى أنه طويل؟ معنى أنه طويل أنه هناك من لوحظ بالنسبة إليه وكان طوله بالنسبة إليه ماذا؟ زائدا. فإذا كان بالنسبة إلى شيء آخر هو ليس بذي طول زائد، ماذا يقال عنه؟ يقال عنه ماذا؟ قصير. فيقولون الصفات الفعلية جميعها صفات إضافية، فبدون هذه الإضافة هي ليس لها وجود. فعندما نأتي إلى الصفات الذاتية نقول الصفات الذاتية هي جميعا، يعني في ماذا؟ في واقعها هي صفات ماذا؟ صفات حقيقية. فنحن عندما مثلا نقول بأن العلم والقدرة، مثلا العلم والقدرة ذات إضافة، عندما يقال ذات إضافة ماذا يعني ذلك؟ أنها العلم والقدرة تحتاج إلى شيء حتى تثبت؟ نعم، نقول لا، لا تحتاج. إذن فالله عالم قادر حي واجب، هذه الصفات حتى وإن فرض أن لها يعني جهة إضافة إلى جهة ما، ولكن وجودها وتحققها يعني كون الواجب موصوف بها، هذا لا يتوقف على ماذا؟ لا يتوقف على تلك الإضافة، إنما ما يتوقف على تلك الإضافة خروج أثرها، تحقق أثرها، يعني بيان أثرها في الخارج. أما نفس الصفة فهي موجودة. فقالوا بأنه إذا كانت الصفة لا يمكن أن تكون إلا مضافة، إلا بالنسبة إلى شيء ما يعبر عنها بالصفة الإضافية. وهذه الصفات جميعا هي صفات ماذا؟ صفات فعلية. أما إذا كانت لا، الصفة ليست من هذا القبيل، بل هي صفة حقيقية، فهي ثابتة للواجب سواء كان هناك غير أو لم يكن هناك غير. الله عالم وجد معلوم أو لم يوجد، الله قادر وجد مقدور عليه أو لم يوجد، فعند ذلك يقال عنها بأنها صفة ذاتية. قالوا أيضا في التفريق بينهما أنه كل ما يمكن أن يكون تحت القدرة الإلهية فهو من الصفات التي يمكن أن توصف بالفعلية، وإلا فهي واجبة. واضح؟ ولذلك يقولون مثلا بأنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن وقوع الصفة الذاتية تحت القدرة الإلهية. فإذا كانت يعني إذا كانت هذه الصفات من الأمور التي تندرج تحت القدرة الإلهية، كل صفة مندرجة تحت القدرة الإلهية فهي صفة فعل. ولذلك كل صفة يعني يمكن ماذا؟ لعله مر عليكم في مختصر الإلهيات أن القدرة الإلهية عندما تتعلق بالأشياء تتعلق بها مطلقا أو تتعلق بها مشروطة، تتعلق بها مشروطة. كيف يمكن أن تتعلق القدرة الإلهية بالأمور يعني غير الذات الإلهي؟ تتعلق بما يكون في حد نفسه ممكن. فإذا لم يكن الشيء في حد نفسه ممكن فهو خارج عن القدرة الإلهية. مثلا حياته سبحانه وتعالى، هل يمكن أن لا يكون الله حيا؟ هل يمكن أن لا يكون الله قادرا؟ هل يمكن أن لا يكون الله عالما؟ هذه الأمور تدخل ضمن القدرة، تدخل تحت، تندرج تحت القدرة الإلهية أو لا؟ فكل صفة خارجة عن هذا الإطار وهو القدرة الإلهية فهي صفة ذاتية، وكل صفة داخلة أو مندرجة تحت القدرة الإلهية فهي صفة فعلية. فإذا كان الله يمكن أن يكون حيا ويمكن أن لا يكون حيا، فإذا الحياة تكون ماذا؟ صفة فعلية. ولكنه يمكن لله أن لا يكون حيا؟ نقول كلا، الله حي، لأن القدرة الإلهية إنما تتعلق بالأمور التي تكون في حد نفسها ممكنة الثبوت لمن ثبتت له أو غير ممكنة الثبوت، يعني تكون متعلقة بالأمور التي يمكن سلبها أو لا يمكن سلبها. فعندما نقول بأنها يمكن سلبها بمعنى أنها ثبوتها بشيء ونفيها بشيء آخر، هذا يمكن بالنسبة إلى الحياة، يمكن بالنسبة إلى العلم، يمكن بالنسبة إلى غير ذلك من الصفات الذاتية، نقول كلا. إذن فالصفات التي تخرج عن حريم القدرة الإلهية هي صفات ذاتية، يعني لا يمكن تصور الذات
إلا وهي ثابتة لها هذه الصفة، بل هي عين تلك الصفة كما يعني نعبر. وكل صفة تكون تحت القدرة الإلهية، الله يمكن أن يكون كذا، هذه صفات فعلية، فإذا كانت تندرج هنا ويمكن أن تندرج ويمكن أن لا تندرج، يعني تندرج تحت القدرة الإلهية فهي صفة فعلية، وإلا فهي صفة يعني ذاتية. قالوا أيضا الصفة التي تكون تحت الإرادة كذلك تكون صفة فعلية، والصفة التي تكون خارجة، هذا من قبيل نفس يعني نفس المنوال، إذا كانت مندرجة تحت الإرادة فهي صفة فعلية، وإذا كانت لا ليست كذلك فهي صفة ذاتية، هذا من نفس يعني من نفس المنوال، أنه يمكن أن الله يمكن أن تكون بإرادته يكون كذا ويكون كذا، إذا كان بالنسبة إلى أي صفة يمكن بإرادته أن يكون كذا وأن لا يكون فهي صفة فعلية، وإلا لو كانت هناك صفة ليست بإرادة الله أن يكون هذا وكن هذا، وأن هي خارجة عن هذا الإطار، يعني بإرادة ليس عاجزا وإنما هي أساسا ليست مندرجة، هي صفة ثابتة على نحو الوجوب، يعني ليس من الممكن أن تندرج في هذا المقام، فهي صفة ذاتية. الفرق الذي أشاروا إليه في يعني فرق آخر، قالوا بعض من تلك الصفات، حتى وإن كان بعض منهم قد ما يقبله، وهو بعضهم قال بأنه بعض الأحيان الصفات التي تذكر للذات الإلهية هذه الصفات في بعض الأحيان تكون مندرجتان تحت ألفاظ، تحت مسميات، تحت مدلولات ألفاظ، هذه الألفاظ هي في نفسها تدل ماذا؟ تدل على الحدوث، تدل على الإمكان، فإذا كانت مندرجة واقعة في حيز ألفاظ تدل على الحدوث والإمكان فهي فعلية، وأم إذا كانت ليست مندرجة فهي مثلا فهي ليست كذلك بل هي ذاتية. من تلك الألفاظ، الألفاظ التي تدل على أن الشيء يمكن أن يكون حاصلا أو يحصل أو ما شابه ذلك، اللي عبرنا عنها بحالات يعني الذي يحصل فيما بعد، حالات الاستقبال، حالات التسويف، حالات يعني الذي يمكن أن يكون أو لا يكون، اللي يعبر عنها بمثلا بأدوات يعني التمني والحصول وغير ذلك من الأمور، أو الأمور التي تدل على أن شيئا يحصل بعد شيء، اللي هي الصفات اللي نعبر صفات الترتيب أو حروف الترتيب أو حروف العطف، اللي منها قبيل مثلا إذا، ومن قبيل إن، ومن قبيل ثم، وغير ذلك من يعني من الصفات. بعضهم قال بأن القرآن قد تكفل لبيان مثل هذه القضايا، وبين في يعني في بعض آياته أنه بعض الصفات الإلهية لم تكن مندرجة تحت أي لفظ من هذه الألفاظ التي يمكن أن ينظر إليها الإنسان ويجد أن هناك شائبة حدوث، شائبة إمكان، شائبة تسويف، شائبة استقبال أو غير ذلك، أو أن تكون دالة على الحدوث وعدم الحدوث، أو الحدوث شيئا فشيئا، أو التطور من حال إلى وغير ذلك من الأمور. فقالوا بأنه الصفات التي تكون في واقع في حيز ألفاظ دالة على حدوث أو على إمكان فهي فعلية لا محالة، والصفات التي تكون خارجة عن ذلك تكون ماذا؟ تكون خارجة عن هذا المقام. هذه يعني هذه بعض المقدمات التي يمكن أن تكون في هذا البحث. إن شاء الله نأتي إلى مقدمات أخرى في يعني في الدرس يعني القادم، وحتى نبدأ بهذا البحث. هذه الأمور جميعا واضحة بالنسبة إلينا، لأنه هذا المبحث من يعني أعقد المباحث الذي يعني لا زال الكلام لحد هذه اللحظة يعني هو محل للأخذ والرد حتى بين أبناء المذهب الواحد. هذا المبحث من يعني أشد المباحث يعني خطورة، ومن أشد المباحث يعني تأثيرا على العقيدة، لأنه يمكن، ولذلك الآن عندما قد يعني لا نقرأ مثلا بعض هذه الكلمات، لذلك كثير من الفرق الإسلامية كفرت أو بدعت أو أنها جعلت خارج عن حريم الإسلام بسبب مثلا صفة ما من هذه الصفات التي إما نفتها بسبب مثلا تنزيه الله سبحانه وتعالى، أو قالت مثلا بأنها ثابتة لأنها ماذا؟ لأنها عندها نوع من التشدد في قبول الصفات ما دامت ثابتة بالنصوص بسبب مثلا مبانيها مثلا الحديثية وغير ذلك من الأمور.
فاتهم البعض بالتدشين بسبب هذه المباحث، بسبب مثلا المناهج العلمية لطرح هذه المباحث، واتهم البعض الآخر بأنه من أصحاب البدع ومن أصحاب مثلا يعني الخرافة وغير ذلك، وعبر عنه بتعبيرات خاصة به والزندق وغير ذلك، بسبب ما؟ بسبب أنه لا يقبل أن يكون الله سبحانه وتعالى مثلا موصوفا باليد أو الإصبع أو الرجل أو الوجه أو غير ذلك من الصفات مثلا يعني الجسمية. إن شاء الله يأتي بقية الكلام في بقية المقدمات، وإن شاء الله ندخل هذا البحث بعد تمام هذه المقدمات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.